بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثامن في مادة التربية الإسلامية، ونحيا اليوم مع القرآن الكريم ودرس جديد بعنوان تلاوة وتجويد سورة الكهف من الآية 79 إلى الآية 82. أهداف الدرس: يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أن أولا تتلو الآيات من الآية 79 إلى الآية 82 من سورة الكهف تلاوة سليمة. الهدف الثاني أن تبين معاني المفردات الواردة في الآيات بيانا واضحا. التهيئة: أذكرك عزيزي الطالب ببعض آداب التلاوة عند حفظ أو تلاوة القرآن الكريم. هناك كثير من الآداب التي تتبعها عند تلاوة القرآن الكريم، ومنها على سبيل المثال الوضوء والطهارة قبل القراءة. ثانيا التهيئة بالجلوس في مكان هادئ وطاهر. ثالثا الخشوع وحضور القلب. رابعا مراعاة أحكام التجويد بقدر الإمكان. استقبال القبلة: وأريد منك عزيزي الطالب أن تذكر نفسك ببعض الآداب الأخرى لتلاوة القرآن الكريم. لا تنسى عزيزي الطالب أن تتلو الآيات من الآية 74 إلى 78 من سورة الكهف. وهذه هي الآيات أعزائي الطلاب، ويمكنك الاستعانة بالكيو آر كود الموجود عندك في أعلى الصفحة، فتستخدم الماسح الإلكتروني من على جوالك فيقرأ وتردد معه حتى تقرأ الآيات قراءة صحيحة. فهيا بنا أعزائي الطلاب نستمع إلى الآيات في تدبر وخشوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبعدما استمعنا إلى الآيات أعزائي الطلاب، هيا بنا نحقق الهدف الأول معنا، وهو أن تتلو الآيات من الآية 79 إلى 82 من سورة الكهف تلاوة سليمة. وهذه هي الآيات أعزائي الطلاب المطالب اليوم بتلاوتها تلاوة صحيحة. وأذكرك عزيزي الطالب بأنه يمكنك الاستعانة بالكيو آر كود الموجود عندك في أعلى الصفحة. فهيا بنا أعزائي الطلاب نستمع إلى الآيات المطالب بتلاوتها تلاوة صحيحة في هذا اليوم في تدبر وخشوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا وبعدما استمعنا إلى الآيات أعزائي الطلاب هيا بنا نردد سويا الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ۚ
صدق الله العظيم. وبعدما استمعنا ورددنا الآيات أعزائي الطلاب، هيا بنا ننتقل إلى الهدف الثاني معنا، وهو أن تبين معاني المفردات الواردة في الآيات بيانا واضحا. وهذه هي الآيات والمعاني التي تحتاج إلى بيان. قال تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يأخذ كل سفينة غصبا. ماذا تعني كلمة غصبا؟ أحسنتم، أي عنوة واستلابا. أي وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عنوة واستلابا منهم، أي بغير حق. قال تعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، زكاة وأقرب رحما. أريدك أن تأخذ بالك عزيزي الطالب من كلمة زكاة، كيف كتبت وكيف نطقت؟ كتبت بالخط العثماني زكاة. ماذا تعني كلمة زكاة؟ نعم أحسنتم، أي طهارة من السوء. أي فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه نفسا طاهرة من السوء. قال تعالى: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، يبلغا أشدهما. ماذا تعني كلمة أشدهما؟ نعم أحسنتم، أي قوتهما وكمال عقلهما، ويكون المعنى أن يبلغا قوتهما وكمال عقلهما. أحسنتم أعزائي الطلاب. هيا بنا أعزائي الطلاب نقوم بحل هذا التقويم. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: ما المقصود بكلمة غصب في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا؟ هل غصب بمعنى عنوة أم ضعفا أم رفقا أم رحمة؟ فكر ثم أجب. نعم عنوة، أحسنتم أعزائي الطلاب. غصبا أي عنوة واستلابا. ثانيا، ما المقصود بكلمة أشدهما في قوله تعالى: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما؟ هل أشدهما بمعنى ضعفهما أم طولهما أم عمرهما أم قوتهما؟ نعم أحسنتم، قوتهما. أحسنتم أعزائي الطلاب، أشدهما بمعنى قوتهما. عزيزي الطالب، استمع إلى الآيات الكريمة من سورة الكهف من مقرئك المفضل، وردد خلفه لتحسن تلاوتك، ثم قم بتسجيل تلاوتك واكتشف الأخطاء إن وجدت. ولا تتردد عزيزي الطالب في التواصل والتحاور مع معلمك في كل ما أشكل عليك، والاستزادة من علمه. وفي النهاية أشكرك عزيزي الطالب على حسن الاستماع والإصغاء، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله تعالى. وفي النهاية نختم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.